بابا عمر، المدرع التي تم قصف أنبوب النفط بها. هاي المدرعة في حي بابا عمر. مش شبيهة بمدرعة. وهي مدرعة أخرى. وهو أنبوب النفط مقابل المدرعات. في حي بابا عمر 8/12/2011 تم قصفهم من قبل شبيحة الأسد. يتهموا أهالي حي بابا عمر بأنهم هم من قصفوه. يتم قصف الحي بالكامل.